مرة أخرى ونعود إلى أخبارنا وننتقل إلى جريدة الأهرام. مؤتمر دولي بلندن بمشاركة 45 شركة لدعم الاقتصاد المصري نهاية يوليو. يعقد مركز المصريين البريطانيين في لندن نهاية يوليو القادم مؤتمرا دوليا بمشاركة 45 شركة لدعم الاقتصاد المصري ووضع خطة سريعة للتحرك ومحاولة المساعدة العاجلة. وقال رئيس المركز أشرف إبراهيم في بيان أن الفترة الماضية كشفت عن غياب كيان مصري عربي اقتصادي قوي في أوروبا والعواصم الفاعلة فيها، خاصة العاصمة البريطانية لندن، ذو مهمة قومية وهي إعادة بناء ما تم هدمه من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتداعية للتأثير في صناع القرار الاقتصادي.